إطار العمليات التي تقوم بها المصالح الأمنية عبر مختلف التراب الوطني لزجر المخالفات المتعلقة بخرق حال الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية. باشرت لجنة مختلطة مؤلفة من أطر بالإدارة المركزية وأخرى من ولاية أمن مراكش بتعاون وثيق مع السلطات الترابية لولاية مراكش ومصالح الجمارك والضرائب الغير مباشرة ومكتب الصحة العامة وكذلك المكتب الوطني سلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة للعديد من المطاعم المصنفة بمدينة مراكش حيث تم الوقوف على العديد من الخروقات المتعلقة بالتقنين الخاص بهذه المطاعم بالإضافة إلى مجموعة من الخروقات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية من قبيل عدم توفر المعايير الصحية بهذه المطاعم من قبيل التهوية اللازمة لإزاحة الدخان الناتج عن السجائر، عدم احترام التباعد الاجتماعي، تجاوز نسبة الملء المحددة في 50%، عدم ارتداء النادل والنادلات للكمامات مما يشكل تهديد جدي لصحة المواطنين ويبخس مجهود الدولة في محاربة هذه الجائحة كوفيد 19. من جهة أخرى تمت معاينة وحجز مجموعة من المشروبات المنتهيات الصلاحية أو مشروبات كحولية لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات لا يتم قراءتها بواسطة المعدات التي تستعملها إدارة الجمارك لهذه الغاية أو أن بعض الدمغات مضمنة بها مواصفات لا تتطابق مع المواصفات الموضوعة على الزجاجات أو القنينات. كما تم حجز مجموعة من الأغذية الفاسدة التي تم إتلافها في عين المكان من قبل المصالح المختصة. في نفس السياق تم القيام بعملية مراقبة روتينية لثلاث مخازن بمدينة مراكش التي تعتبر المورد الرئيسي للمشروبات الكحولية لمدينة مراكش، وتم الوقوف على مجموعة من الخروقات. تمتت أولا في حجز مجموعة كبيرة من المنتجات الكحولية المنتهية الصلاحية وهي التي نقوم بإتلافها الآن والتي تقدر بحوالي 62 ألف قنينة جعة، بالإضافة إلى كذلك إلى مجموعة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات جمركية لا تتم قراءتها أو تتضمن مواصفات غير مطابقة للمواصفات الموضوعة على القنينات. كما تم حجز مجموعة من الدمغات التي لم يتم استعمالها بعد والمقدرة بحوالي 275 ألف دمغة جمركية. من هنا يتم طرح تساؤل، ما هي الفائدة من كل هذه الدمغات؟ ليبقى سيف الشبهات القوية مسلط على أصحاب هذه المخازن بترويج مشروبات كحولية مهربة أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية مما يفوت على الدولة عائدات كبيرة. كذلك تم حجز مجموعة من الدمغات المحترقة كليا أو جزئيا وبحضور ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومكتب الصحة العامة والسلطة المحلية. تمت معاينة مجموعة من الخروقات المتعلقة بضوابط التخزين ليتقرر في النهاية إصدار قرار من السيد الوالي لإغلاق ثلاث مخازن إلى حين توية وضعيتها القانونية. وهنا يجب التأكيد أنه نظرا للحالة الوبائية
فإن المراقبة الروتينية ستظل مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها. وشكراً.